هلا والله بالجميع، اهلا وسهلا يا جماعه الخير فيكم في مقطع جديد. اليوم راح نتكلم على مقطع اتكلمنا ممكن في مقطع سابق عن اختبار القدرات باللغه الانجليزيه وايش هو بالضبط ولمين بالضبط وموجه هذا الاختبار. وطبعا اليوم راح نتكلم عن اختبار التحصيلي باللغه الانجليزيه اللي هو سات، تمام؟ الاختصار حقه زي ما تشوفوا على الشاشه. طبعا هذا الاختبار بكل بساطه عشان تكونوا فاهمين هو عباره عن اختبار تحصيلي لكن لغير الناطقين باللغه العربيه، يعني بكل بساطه موجه اكثر للناس يعني للمدارس الانترناشونال، تمام؟ فالاختبار التحصيلي بكل بساطه باللغه الانجليزيه راح نعرف بالضبط ايش هو، راح نديكم يعني زبده كذا بسيطه عنه. جايب لكم طبعا دوره اللي دائما نتكلم عليها طبعا، وطبعا هذا المقطع اكيد تم بالتعاون مع مركز لين التطوير. طبعا راح يقدموا لكم دوره خاصه بالناس الانترناشونال. طبعا هذه الدورات يا جماعه الخير قليل ما تلاقوها، يعني الناس اللي ما بيتكلموا لغه العربيه بشكل مظبوط بيعانوا في اختبار التحصيل. وزي ما انتم عارفين طبعا انه حاليا يعني اغلب الجامعات بياخذوا نسب عاليه، يعني عندك مثلا جامعه الملك فهد للبترول والمعادن ياخذوا على التحصيلي 50% من يعني النسبه كامله. السنوات حقتك في الثانويه على جنب، اختبار التحصيلي على جنب، اختبار سات اختبار جدا مهم للناس اللي ما بيتكلموا لغه عربيه مظبوطه. ف المصادر فيه صراحة شبه معدومة وشبه يعني مرة قليلة، الدورات اللي فيه مرة قليلة. فإن شاء الله هذا المقطع حيكون موجه لكم، إن شاء الله راح يفيدكم أو يفيد أي طالب انترناشونال أو أي طالب بيدخل هذا الاختبار لأنه عنده مشاكل شوية في اللغة العربية فما يقدر يختبر اختبار التحصيل اللي باللغة العربية. واحدة من الأشياء اللي جدا يا جماعة الخير مهمة اللي هي هرجة انه دحين الطلاب اللي في مدارس الانترناشونال ممكن يعني يدرسوا مناهج امريكية او شيء زي كذا، فممكن المنهج يكون مختلف وهذه بسبب مشكلة لانه اختبار السات اللي هو اختبار تحصيلي اللي باللغة الانجليزية بيعتمد على المنهج السعودي، فالاسئلة هي عبارة عن اسئلة المنهج السعودي. فانت مثلا كطالب انترناشونال ممكن منهجك يكون مختلف مرة، يعني مثلا على سبيل المثال انت مثلا تكون في جريد 9 اللي هي ثالثة متوسط، تمام؟ بتاخد معلومات ممكن بياخدها واحد في جريد 10 مثلا او 11 مثلا اللي هو اولى ثانوي او ثالثة ثانوي، فانت بتكون يعني ما انت عارف بالضبط انه اللي ثالثة متوسط اللي انت ماخده في الانترناشنال ممكن يجيك في اختبار التحصيلي، لانه اختبار التحصيلي طبعا يعني زي ما احنا عارفين اللي هو اسئله من اولى ثانوي وثانيه ثانوي وثالثه ثانوي اللي هي جريد 10 جريد 11 وجريد 12. فممكن انت ما تداري، انت كطالب انترناشونال ما انت عارف بالضبط المعلومات اللي انت بتاخدها حاليا هي اللي بتجيك، ولا ممكن في اشياء انت ممكن اخذتها في المتوسط وتقول دامها في المتوسط فما راح يجيني، لا ممكن تجيك لانه المناهج مختلفه نوعا ما. طبعا زي ما نعرف اختبار التحصيلي الاسئله يعني بشكل كامل مقسمه كالتالي: 20% على اسئله اولى ثانوي او جريد 10 و 30% على الاسئله الثانيه ثانوي جريد 11 و 50% من الاسئله اللي هي على الاسئله الثالثه ثانوي اللي هو جريد 12. فهذه نقطه جدا مهمه ابغاكم تحطوها في عين الاعتبار يا طلاب مدارس الانترناشونال. فاهم حاجه نخرج بها من هذا المقطع انك لازم بتاسس نفسك مظبوط، انك ما تدري هل المنهج اللي انت بتدرسه هو المنهج اللي راح تجي منه اسئله اختبار التحصيل، خصوصا الناس اللي بيقدموا على جامعات ضخمه زي ما هرجتكم بدايه المقطع جامعه الملك فهد للبترول 50% من التحصيل نسبه جدا عاليه، فيحتاج الواحد من جد يتأسس فيها مظبوط ويعني بيشوف الدورات لأنه ما حتلاقي يعني أسئلة وأسئلة السنة راحت بديك الوفرة والناس يشرحوا لك مظبوط أو شيء زي كده. فمن جد أنت تحتاج أنك تخش في دورة مع ناس عندهم خبرات وناس عندهم اطلاع او يعني اكثر من سنه ومرت عليهم دفعات ويعرفوا الاسئله تيجي كيف وايش الاشياء اللي بتكون جدا يعني جايه في الاختبار. فاهمين علي؟ طبعا هنا نجي لاهم شيء واللي هو دوره مركز لين التطوير. طبعا هذه الدوره بتضمن لك الاربع اقسام، تشرح لك وتاسسك فيها مظبوط اللي هو قسم الرياضيات والفيزياء والكيمياء والاحياء. طبعا بس بديكم معلومات على السريع انه طبعا اختبار تحصيل عباره عن 120 سؤال، وطبعا هذا الاختبار عباره عن 5 اقسام وكل قسم تقريبا يعني 25 دقيقه تختبر فيها. طبعا احنا نتكلم على اختبار سات حاليا، ف 120 سؤال 5 اقسام، القسم الواحد عباره عن 25 دقيقه يعني بتحل فيها، مجمل الاختبار ساعتين ونص الى 3 ساعات. فبس هذه المعلومات البسيطه حبيت اقول لكم اياها عشان تكون عندكم معرفه بها. يعني نرجع لدوره لين. دوره لين زي ما قلت لكم يا جماعه الخير جدا دوره حتفيدكم لجميع طلاب مدارس الانترناشونال، ان شاء الله حتخرج من هذه الدوره وانت مستفيد بنسبه كبيره وهذا الشيء على ضمانتي ان شاء الله. فمن جد انت لازم تحتاج انك بتاسس نفسك مظبوط عشان تعرف بالضبط ايش الاسئله اللي حتجيك في هذا الاختبار. مزايا هذه الدوره انها بتاسسك في جميع الاقسام زي ما قلت لكم الاقسام الاربعه
4. طبعا بيدوك ملزمة خاصة لكل قسم وتسجيلات خاصة بتستمر معاك إلين موعد الاختبار. فهذه مزايا جدا حلوة. وفي كمان مزايا تانية أو ممكن نقول هدايا مجانية ممكن أقدم لكم. هي الهدايا المجانية عبارة عن مرشدة أكاديمية خاصة فيك بتجاوب على جميع الأسئلة والاستفسارات حقتك، فهذه حاجة جدا مهمة. وبرضو حيكون عندك محاضرات مجانية وأسئلة مجانية تقدر تطلع عليها إن شاء الله، راح أحط لكم الرابط حقها تحت في الوصف، يمديك تشوفها تشوف بالضبط إيش الأشياء وكيف الأمور ماشية، وإذا عجبك يمديك تشترك في الدورة المدفوعة طبعا. وجيب لكم الكود الخاص بي خصم RK23. طبعا راح احط لكم كل الروابط ان شاء الله في الوصف يمديكم تطلعوا عليها. وطبعا قبل ما اختم المقطع راح اوريكم رأي من الناس اللي شاركوا في هذه الدورة واستفادوا منها، فنروح ونشوف ونرجع ان شاء الله. اختبار التحصيلي الكل يعرف ان سمعته تخوف، لكن ظل هالشيء مركز دين للتطوير ساعدني فيه وخلاني أتخطى حاجز الخوف اللي كنت أنا بانيه لنفسي. الحمد لله بعد دخولي لمركز دين للتطوير وبعد ما خضت التجربة مع الدورة طلعت الدرجة متميزة وأهلتني في دخول تخصص الطب الجراحة في أحد أصعب الجامعات في المملكة، جامعة الإمام عبد الرحمن الفيصل، وحاليا أنا ممثل دفعتي في هذه السنة. وبس الله يوفقكم جميعا ان شاء الله، وان شاء الله اتمنى من جد اذا انقبلتوا واذا جبتوا نسب عالية في اختبار سات انكم تيجوا تبشروني على حساباتي في السوشيال ميديا. شكرا لكم على المشاهدة، ان شاء الله تكونوا استفدتوا واخدتوا الاشياء البسيطة اللي راح تفيدكم باذن الله. حاولوا من جد انكم تدخلوا هذه الدورة انه شيء مرة راح يفيدكم وراح يعني ينمي فيكم الأسئلة وكيف بالضبط الاختبار وكيف فكرة الاختبار وكيف جو. فالله يوفقكم جميعا، شكرا لكم على المشاهدة، إن شاء الله بحط لكم رابط كلها تحت في الوصف ديك تشوفها وبتطلع عليها من أسئلة سابقة ومحاضرات وأشياء زي كده. إذا عجبتك الأشياء هذه يمديك تخش الثقيل زي ما يقولوا وبتشترك في الدورة المدفوعة. شكرا لكم على المشاهدة، الله يديكم العافية، شوفوا إن شاء الله مقطع جاي، فمن الله، السلام.